الاخضر بنوي. مبادرة هكذا تعرضنا تاع قدماء لاعبين المنتخب الوطني ضد هذيك، شغل الهدف منها انه الجيل الجديد هذا يعرف الجيل القديم. دوك حنا عندنا في البرج قدماء لاعبين هنا في البرج، ما نروحوش لاور البرج، هنا كاين قدماء لاعبين ما يعرفهمش الجيل هذا، جا شاف برك وخلاص. درنا حنا هذه باهن نعرفوا بالجيل القديم، جيل 82 مغاريا فضيل كويسي مصطفى الاخضر باللومي النجم اللي الاسطوره تاع الجزائر جوهرة الجزائر. نشكرهم اللي لبوا الدعوه وعلى راسهم قادة الشافي ثاني اللي لبى الدعوه وجا معنا، وبارك الله فيكم انتم قناه الاغاب. كره كرويه ناجحه بامتياز، جمهور دواق لكره القدم. نتمنى اولا لفريق اهلي برج بوعريريج يرجع بقوه ان شاء الله الى العهد الماضي تاعو. يكفينا ويكفيه فخرا انه عاد ومثل الجزائر في كؤوس افريقيا. اليوم حضور السلطات المحليه ونجوم جمعيه راديو ياسين الفريق الاخضر باللومي كويسي مغاريا والقائمه الطويله كيال وكذلك لصيف للتكريم وتشريف الفرق التي لانت ونشطت هذا النهائي، ما هو الا رساله ان السلطات المحليه تعطي اهتمام كبير والدوله الجزائريه للشباب تاعنا الغير منخرط في البطولات في ظل هذه الملاعب الجويه والفضاءات التي يعني اصبحت مكسبا هاما ومتنفسا لشبابنا حتى يمارس الرياضه ويبتعد عن الافات الاجتماعيه. بالمناسبه هذه المبادره اللي قاموا بها حي اول اكتوبر، يعني داروا مبادره مليحه وين اتصلوا بجمعيه راديو ديوز ولباوا الدعوه، و يعني شرف كبير الملعب راه مكتظ في النهايه هذا، وين حضروا لاعبين كبار مثل باللومي اللي كنت نلعب معاه في 83 82 مغاريا مصطفى كويسي تلاقينا يعني ولعبنا مع بعض وراه يعني جمهور كثير. نشكر مره ثانيه اللي قاموا بهذه المبادره، ونطلبوا احنا من الاستاذ نتمنى لنا حاجه شباب اهلي برج بارا ان شاء الله يرجع لمكانته. احنا جد مسرورين بوجودنا اليوم في مدينه برج بوعريريج، وخاصه مع هذا الجمهور هذا الغفير اللي راه موجود هنا. تلاقينا يعني مع قدماء لاعبين البرج. انا شخصيا يعني عندما شفت لوسيف ونظر على ما اعتقد كيال وكذا، هذا الشيء يعني والله غير اطمأنت، يعني فرحت جدا لان عندنا بزاف مده كبيره ما شفناهمش. اذا ملاقات كيما هذه او المبادرات كيما هذه والله غير جيده، وشوفوا احسن دليل على هذا شوفوا الجمهور الغفير اللي راه موجود، يعني جمهور تاع البرج معروف انه متعطش بكره القدم. ولذا نتمنى يعني نغتنم الفرصه ونتمنى ان فريق اهلي البرج اللي خلى تاريخ ان شاء الله يبدا يرجع تدريجيا للمكانه تاعو، المكانه اللي ما كانش يعني يقدر موجود فيها الان. اذا ان شاء الله بالتوفيق، ولما لا تولي يعني الكره البرجيه تولي الى مستواها اللي شكلت لنا من قبل.